بدنا اياه صفر بس صفر رح نبلش تصوير يا جماعه بدنا نتاكد يعني خلص شو النتيجه اللي رح تخلص يعني انه في امل ولا انه خلص يعني بس شكل المباراه خالصه باذن الله خالصه باذن الله تعالى خالصه والله بعد هيك مباراه وهيك اداء وهذا الجمال وهذا الدلال وهذا الابداع والامتاع والاقناع واداء قدام الست الكبار لحد الان شيء لا يصدق، اوكي مانشستر سيتي ما واجهناه بس الشيء اللي عم يصير لحد الان شيء لا يصدق من ارسنال بصراحه. يعني لما كتبت انه انا فخور اني بشجع ارسنال وانه انا ما اكتب تعبت من المنشورات اليوم، عن جد انا لحد دقيقة 35 اليوم تعب تعبت بهي المباراة. تعبت تعبت كل معنى الكلمة، مبروك للارسنال، مبروك 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 مليون 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 مليون, مليون مبروك مو اثبات الصداره ما عم نحكي نحن على الصداره صرنا نحكي عن فارق حاليا 8 نقاط تقريبا ايه تقريبا عم اتاكد من النقاط 8 نقاط مع السيتي يا جماعه 8 نقاط عن مانشستر سيتي حاليا صاحب المركز الثاني وفارق إيه تقريبا 9 نقاط عن نيوكاسل و9 عن اليونايتد و17 عن توتنهام انتم متخيلين شو عم نحكي يا جماعه صاحب المركز الخامس طبعا طبعا مبروك نيوكاسل اليوم انتصار وعودته للمركز الثالث بكل امانه بيستحق بكل تاكيد لكن خلي موضوعنا هو الارسنال وميكل ارتيتا وشغل ميكل ارتيتا وشو بدنا نمدح بهذا الرجل شو هذا الشغل شو هذا الشيء اللي عم يعمله انت عم تحكي عن اصغر مدرب بالبريمير ليج اصغر متوسط اعمار بالبريمير ليج متصدرين البريمير ليج وبخساره وحيده لحد الان يا جماعه لسه انا عم ذكركم متخيلين لو ما اجت الخساره قدام اليونايتد كان اليوم الارسنال عم يكرر موسم الله هزيمه الناس اللي شافت موسم اللا هزيمه بتعرف عن شو عم احكي انا بل بمعدل نقطي اعلى تقريبا بتوقع بمعدل نقطي اكثر انه هذا الفريق عم يفوز هو مو بس ما عم يخسر لا هو عم يفوز عم يفوز عم يفوز كمان يعني شيء رهيب اللي عم يقدمه ارسنال مع ميكل ارتيتا مبروك شكرا اوديغارد هي يعني عم يعيدوا لقطه خروج أديغارد شيء رهيب جدا انا لسه عم تابع بالهايلايتس واللقطات يعني مباراه رهيبه شفنا بينتصر اليوم على توتنهام بأداء وأقناع وأمتاع الفريق ممتاز هجوميا دفاعيا كحارس ممتاز توتنهام ما حسن يسيطر على المباراة حتى بالشوط الثاني اللي ارتفعت نسبة استحواذه وارتفعت نسبة التسديدات وعدد التسديدات والهجمات وحتى التمريرات ما حسن يشكل خطورة حقيقية على مرمى الأرسنال ولما كان يوصل كان إما في الدفاع حاضر بطريقة جديدة جربها ميكال أرتيتا بالشوط الثاني أو عم يكون رامز ديل هو الحاضر جدار جدار لندن بكل ما تعنيه الكلمة اليوم كان رامز ديل بهي المباراة طبعا شفنا الأرسنال بيبدأ بالتشكيل اللي هو متوقع مثل ما بنعرف نحن اللي هو الأربعة ثلاثة ثلاثة بتتحول لأربعة اثنين ثلاثة واحد على أرض الملعب نفس الأسماء بدون أي تغيير مثل ما توقعناها بالاسم طبعا بحيث يكون أردوغارد وبارتي وتشاكا هني الوسط والامام ساكا مارتينيلي وامام ادرنكيتيا لكن بيتقدم اوديغارد بيسقط بين ساكا ومارتينيلي اللي بيرجعوا شوي للخلف وبصير الشكل 4 2 3 1 بن وايت صليبا جابرييل زينتشينكو على الترتيب بخط الدفاع توتنهام راح لخيار ال 3 4 2 1 او هو 3 4 3 بيكون طبعا كولوسكي وسون خلف هاريكين استغربت من اشراك صار اساسي اليوم بجانب اويبرغ يعني بديربي لندن عم تحكي انت مباراه يعني صعبه صعبه كثير انه ما بعرف هو لاعب جيد اللاعب جيد لكن استغربت من الدفع فيه بصراحه ضغط كثير انت عم تحكي عن ديربي يعني اجواء مشحونه شفتوا انتم اصوات الجماهير يعني كسر طلعت من الشاشه يا جماعه أه كان عند لويرتي على الجنب اليمين على الجنب اليسار سيسينيون يعني استغربت شوي من خياراته ليش ما بدات بيسوما في علامات استفهام على خيارات انطونيو كونتي هل هن مجهزين 100% ربما انا ما بدي لوم المدرب بالنهايه لكن هيك بدات المباراه مع انطلاق الصافره من اول ثانيه من اول ثانيه كان في ضغط ارسنالي وانا كتبت على فيسبوك انا خفت يعني انا خفت فكيف لاعبين توتنهام يا جماعه انتم متخيلين عدد الهجمات اللي اطلقت من ارسنال بس حتى الدقيقه العاشره يا جماعه انا انا تعبت وانا عد يعني فانا ما عاد عديت عدد الهجمات اللي انا بحكي هجمه يعني هجمه بتؤدي لهدف ما عم بحكي هجمه عاديه والله هجمه عادي اي فريق بيهاجم هيك لكن الكميه مو طبيعيه يعني في شيء مو طبيعي شو هالروح اللي زرع عندهم ميكل ارتيتا شو هذا الشيء اللي عمله ميكل ارتيتا بهذا النادي استحواذ مطلق على المباراة كان يعني في استحواذ مطلق مطلق يا جماعة الارسنال كان عم يوصل ببعض الاحيان يهاجم بسبعة لاعبين في سبعة داخل منطقة الجزاء هن مو سبعة عم يهاجموا سبعة جوا منطقة الجزاء يعني شو بقي عندك اربع لاعبين الحارس وثلاثة ثانيين ثلاثة على مشارف المنطقة وسبعة داخل المنطقة يعني انت ما خايف اذا ارتد عليك توتنهام ومع هيك لما كان يقطع توتنهام الكرة كان يضغط وضغط عالي بشكل رهيب جدا 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 يعني الضغط عالي مباشرة عكس لما يخسر الكرة وبنفس الوقت بقية اللاعبين بيرجعوا بيرتدوا للخلف بحيث ما يصير نهائيا اي ارتداد كامل لتوتنهام اللي كان يعتمد دائما انه يرجع سون او يرجع هاري يكون هو لاعب المحطة وطبعا يبنوا عليه ويحاولوا ينقلوا الكرة بسرعة للامام هاري كين اذا كان سون اللي معه الطابة هو اللي بيغير تقريبا بيحاول يسحب المدافعين معه بغير الاتجاه بيكون كولوسوفسكي مثلا ضرب مساحة وبيحول له سون بطريقة ما لكن ما كانت تكتمل معهم اكتملت رمبا بالشوط الأول مرة أو مرتين فقط وكان دائما رمز ديل بالمرصاد فبكل أمانة شيء يعني رهيب جدا اللي عمله اليوم الارسنال شيء رهيب انا على فكره عم تابع بس احداث اخر دقائق بالمباراه هي والاعادات والمشكله اللي صارت بالنهايه شكرا ميكيل ارتيتا الطريقه اللي حفظ فيها المشكله بكل تاكيد صار في اشكال كبير سواء مع الجماهير او كذا في اشكال كبير صار بنهايه المباراه لكن عرفوا يحتووا طبعا هذا شيء طبيعي لما تشوف هيك ديربي فتوقع منه كل شيء المشاكل وانه يفوت الجمهور على الملعب او تصير مشاكل موضوع طبيعي 100% بنرجع للمباراه نفسها فالارسنال هاجم بطريقه غريبه من اول الدقائق الضغط اللي شكله شيء مو طبيعي نتج عنه بالنهايه انه كان الارسنال دائما بيتقدم زينشينكو اما هو بياخذ مكان مارتينيلي اللي بيدخل للعمق وبيزيد او بيتقدم زينشينكو هو اللي بيكون هو اللي بيكون الارتكاز وتشاكا هو اللي بيتقدم للامام بيكون عم يزيد عدديا مع مارتن اوديغارد وبنفس الوقت بن وايت مع ساكا هو اللي كانوا يتقدموا مع بعض على الجانب الثاني فانت كنت توصل لمرحله عندك سبع لاعبين عم تهاجم فيهم بشكل دائم ستة او سبعة داخل منطقة الجزاء بشكل دائم وهذا الشيء وتر دفاع توتنهام لانه هو عم يدافع بالنهاية بثلاث مدافعين لو رجعوا الاطراف هاي الاطراف ما انا متمرسه يعني انا ليش تضايقت زعلت على توتنهام مع انه خسروا يعني اكيد انا كنت متمنى انه نفوز بس مو هيك يعني بين هاي دورتي ولا سيسنيون ما بيعرفوا يدافعوا يعني معقول انت سيسنيون راح يدافع قدام ساكا يا رجل دورتي بده يدافع قدام مارتينيلي ولا قدام زينشينكو لما يتقدم ولا قدام تشاكا يوم يتقدم ولا قدام اوديغارد يعني في فارق كبير كان بالاسماء اليوم مو طبيعي الموضوع كان اكتساح انا كيف خلصت المباراه 2-0 ما بعرف لهلا يعني كان لازم تخلص من الشوط الاول بنتيجه عريضه لكن يعني القائم مره، العارضه مره ثانيه، الحارس مره ثالثه. يعني هي نفذت هيك القصه، هي نفذت، نفد توتنهام من فضيحه بالشوط الاول وهذا اللي حصل، طبعا كان دائما ارسنال في شيء حلو فيه عجبني، تطور كثير كثير ملفت للنظر، طبعا انا ما عم حلل المباراه نفسها عم اعطي ملاحظات لانه بصراحه مبسوط كثير واخيرا فكت عقده ملعب السبيرز وانتصر يعني ارسنال فيه. كان دائما يتم الهجوم عجبها اليسرى بيتم التجميع عند مارتينيلي وزينشينكو على اليسار او تشاكا بيكون فاتح مع مثلا مع مارتنلي مع آآ آآ مارتينيلي فجاه بتلاقي اوديغارد هو اللي اللي بالخلف مثلا تمام او تشاكا اذا ما كان هو اللي عم يربط مع مارتينيلي وزينشينكو استلم الكره منهم فجاه وحول الكره على اليمين عن طريق بنوايد او ساكا فبتلاقي صار التجميع عجبها اليسرى لارسنال لليمنى لو تاتنهام بعدين تحويل سريع بلمسه او لمستين كحد اقصى عجبها اليمنى الارسنال اليسرى لتوتنهام فهون كان في تفريغ رهيب جدا عم يصير للملعب عند السبيرز نفسهم لهيك شفتوا ساكا او بن وايت كل ما انطلق عم يوصل كل ما انطلق عم يوصل طبعا اول ثلاث دقائق تقريبا كان بن وايت ما عم يتقدم كثير ليش ما بعرف نبههم ميكل ارتيتا انه تقدم ربوط مع ساكا كان دائما سيسينيون وقلب الدفاع عليه عم يشكلوا اثنين ضد واحد دائما فكانوا ينتصروا عليه، لما تقدم بن وايت خلص فرط توتنهام يعني، انت بس قرب لهم بن وايت بيفرطوا، لانه بن وايت لوحده بكفي، فما بالك بن وايت وساكا مع بعض. هون نتج اول فرصه، الثانيه الثالثه خلص جول يعني، شفنا طبعا هو لوريس بحط الكره بحاله يعني هي لقطه بتضحك بصراحه، لكن كان الأرسنال بيستحق هدف او هدفين بعدها. أه حتى هي اللحظه طبعا. بعدين لقدام شفنا الارسنال ما بيهدي نهائيا وهذا يحسب لميكال الأرتيتا استمر بالضغط الرهيب، كان ممكن يجيب الجول الثاني والثالث بعده، شفنا اول قذيفه، شفنا الثانيه، شفنا الثالثه من توماس بارتي. يعني وطلع صوته من من الشاشه بصراحه يعني الصوت وصل لعندي الصوت رهيب نشرت على فيسبوك فورا تسديده مو طبيعيه حتى اجت بالنهايه الحل السحري من اوديجارد وهي تسديده من بعيد بدك تجبر السبيرز يطلع من مناطقه انت بدك تجبره يعني الفريق اللي تلقى هدف وما عرف يطلع من مناطقه انه اخي عطيه الثاني شوفه راح يستحي يطلع من مناطقه بس فالج لا تعالج اخي ما في مجال كنت مو ناوي يهاجم اليوم يعني وهيك انتهى عليه الشوط الاول، بالشوط الثاني حاول كنت يعمل شويه تبديلات، انا كنت متوقع انه ينزل بيسوما فورا مع بدايه الشوط الثاني، لكن اللي حصل انه كنت تاخر نوعا ما بتبديلاته، خلينا نكون واضحين، يعني مع البدايه فورا هو نزل ريتشارلسون مع الدقيقه 71 بدل دويرتي، يعني حولت الشكل انت لاربعه، لأ أه... عفوا، ثلاثه ثلاثه اربعه تماما، هو هيك صار الشكل، ثلاثه ثلاثه اربعه قدامهم، اثنين حرين تمام وقدامهم عم يكون ريتشارلسون وكذلك هاري كين وعم يكون خلفهم كولوسفسكي وكذلك سون لكن هذا الشكل ما نفع تاخر تاخر انا مصر انه كونتي كان لازم يبدل بين الشوطين فورا بتبدل اول تبديل بعدين بتلحقوا وبعد 10 دقائق بباقي التبديلات واحد ورا الثاني بحيث يندمجوا اللاعبين مع بعض لكن تتركهم لاخر دقائق وترشهم رش بعدين ما بيلحق يلعب يندمج فانا عندي هون لوم على كونتي بتبديلاته كان التوقيت خاطئ 100% يعني هو ما نزل مثلا بيسوما للدقيقه 76 بعدين معلش انت شو تركت من الوقت وبعدين لحقته بباقي التبديلات لحتى نزلت بن ديفيز بريزيتش وبريان خيل لا هي مشكلتك يا كونتي فبالنهايه كونتي ما عرف يتعامل مع المباراه عكس ميكال ارتيتا اللي كان عم يشتغل فيها سواء دفاعيا بشكل صح او هجوميا بالشوط الثاني على سيره الشق الدفاعي ارتيتا انا كنت اتوقع انه يحاول يمتلك الكرة اكثر يعني استحواذ ايجابي دائما قدام الثلث الاخير من الملعب وخليه اذا يفضل انه يكون بنص ملعب السبيرز لكن اللي حصل انه ترك له الكره مو توتنهام اللي تحسن على فكره يعني اللي بيظن انه توتنهام اللي تحسن لا هو ارسنال اللي ترك الكره لتوتنهام ورجع لورا انا خفت بصراحه ما بحب هذا الاوفر بلوك يعني المتاخر كثير ما حبيته لكن حول الشكل ل 5 3 2 قلت اها لنشوف حسيت انه ارتيتا عم يجرب انه هل الفريق عندي بيعرف يدافع؟ لانه كان فيها فوات بالشوط الاول، فقال لهم يلا دافعوا بدكم تدافعوا وبدكم ما يفوت جول فيكم كمان، بدكم تربحوا هاي المباراه، فاللي حصل انه نجحوا. يعني زينشينكو كان في عنده ثغره مو طبيعيه بالشوط الاول كان كل ما هاري كان ارتد عن طريقه كان ينفد فهي كنت خايف منه كثير انا، اوكي زينشينكو متكامل لكن بالنهايه ما في مدافع كامل. كامل كامل ما في بالنهايه كان في ثغره عنده دفاعيا لكن نجح بالاختبار بالشوط الثاني راح تقلي هاري كين نفد مره او ريتشارلسون بينفد بالنهايه انت شغلتك كمدافع تحد من خطورته مو توقفه لانه لا يمكن ايقاف حدا بالمطلق لا بد يصير ثغرات ينفذ مره واثنين لكن دائما كان رمز ديل موجود فكان في رهان انه يحاولوا خماسي قريب من بعضه مو معرض للملعب يعني ما يتجاوب مع توتنهام بالتعريض يضل بلوك يعني زوم ديفنس تقريبا قريب لداخل المنطقه يضل قدر الامكان لو حاول توتنهام يعرض الملعب لا تتجاوب معه خليه يلعب عرضيات انا برهنك على الكثافه عندي اكثر وعلى الخبرة أكثر وعلى أنه أنا عندي قوة أفضل منك كجودة أفضل منك من الناحية الدفاعية ونجح ريهان ميكل أرتيتا لذلك أنا بقول له تشابو على هذا الشيء اللي عمله برافو نقطة مارتن أوديغارد سألتوني كثير عنه شو رأيك فيه أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي يعني أنت تفضل اعطيني بالتعليقات اسم لاعب افضل من اوديغارد بالدوري الانجليزي كاملا، راح تقول هالاند رح لك اهلا وسهلا، راح تقول لي لك هذا الموسم انا، هذا الموسم هل يوجد افضل من اوديغارد بالدوري الانجليزي الممتاز؟ كفاعليه تحديدا، تخيل انه والله يمكن هو هداف ال... هداف ارسنال حاليا متخيلين يمكن هو هداف ارسنال حاليا فلا شيء يدعو للفخر زينشينكو والتطور الرهيب لعبه المساحات عند الفريق نفسه بحد ذاته شيء لا يصدق بكل امانه يعني في لحظه في لحظه كانت الكره راجعه لنص الملعب فثنائي المحور توماس بارتي وتشاكا في واحد منهم وقع يعني في واحد وقع وقع على الارض هي الطابه مو معه عند زميله فلحظه اللي وقع على الارض زميله لما استلم الكره وقت شافه قام بعيد شتت فورا لانه ما بيصير هذا الشيء لازم اذا استلمت زميلي يكون واقف بمربع معين بالملعب وهذا الشيء ما حصل هو وقع فانا بشتت فورا بعده الكره بنص الملعب يعني لا في خطوره ولا في ضغط عليه هو لوحده لكن شاطله فوق بالعالي لبين ما وقف زميله ورجع بعدين استلم يعني انت متخيل الفكره اللي عملها لقد لاي منحى ولاي مرحله موصلين انه عم يفكروا بالمساحات بشكل صح فلا شكرا ميكل ارتيتا شكرا لك على نادي بنفتخر انه عم عن جد اوديغارد شو هي الاحتفاليه على طريقه تيري هنري حبيب قدام جمهور السبيرز كمان على طريقه هنري لا هي مستفزه كبير واي اعصاب هذا اسمه القاتل البريء بكل ما تعنيه الكلمه شكرا لكم حطوا لي ارائكم بالتعليقات بنشوفكم ان شاء الله تعالى بعد كلاسيكو الارض لانه دوبه يعني ها دوبنا نلحق الريح شوي بعدين نتابعه ونصور لكم ان شاء الله حطوا لي ارائكم بشوفكم على خير باذن الله مبروك الارسنال سلام عليكم